عايزين كلمة دايما بنقولها، نقول ايه؟ الست دي ست كاملة. مش بنقول كده برضو على الست اللي بنعجب بيها وبنحترمها وبنقدرها وبنعتقد انها اخلاق وعقلة وموزونة، نقول عنها فورا دي ست كاملة. لكن هل ده تعبير في حب اكتر مما في حقيقة؟ في عاطفة أكتر مما في منطق؟ ممكن يكون تعبير في مبالغة، صحيح، لكنها مبالغة بتعبر عن حلمنا بالمرأة النموذجية المثالية. طبعا يا جماعة النموذجي والمثالي صعب وممكن يبقى مستحيل، لأنه في الآخر إحنا بشر وفينا العبر. لكن السعي علشان نبقى شخصية متكاملة أو كاملة بحث أعتقد أنه مشروع مسموح بل مستحب. لكن نيجي بقى عند المرأة تحديدا والمسألة هتبقى أكثر صعوبة. ليه بقى؟ لأن المرأة من أصله لا ترضى عن نفسها ببساطة، ثم المرأة مطلوب منها حاجات ومسؤوليات كتير كأم، كزوجة، كعاملة، وفي النهاية كأنثى. مهمة فعلا صعبة، لكن أهم حاجة تبقى الست راضية عن نفسها وعن شخصيتها. وعشان كده تعالوا نسأل سؤال الليلة: كيف تصبحين امرأة متكاملة؟ ومعانا ومعاكم منى العريشي، رئيسة مؤسسة حواء أو أكاديمية حواء. أهلا بك يا منى. أهلا بك يا وسعيد. يعني ايه امرأة متكاملة؟ الامرأة المتكاملة دي مسؤولية، مش بس انها هي حاجة شبه مستحيلة، لكن انا بعتبرها مسؤولية جامدة جدا ملقاة على عاتق كل بنت او ست او جدة في مصر. احنا عايزين نبقى دايما حاسين ان احنا بمسؤوليتنا دي بنتحسن وبنكبر نفسنا وبنتقدم. فواحد لو هو عايز يحلم بمستقبل، اول حاجة بيفكر فيها البذرة الصغيرة اللي جاية ازاي لما هتتزرع في الارض هنسقيها صح، اللي هو البيبي، يعني اللي هو بتكلم من اول الحمل لحد لما بيبقى طفل عمال بيسمع وبيشرب كل المعلومات اللي بياخدها، بيبقى بداية طبعا من مامته. بتكلم عن الزوجة اللي بتبقى هي بتعمل جو معين ومحدد في البيت. بتكلم عن الاخت اللي ممكن جدا تبقى هي بتعمل برضو جو نفسي لطيف محبب، وفي كل مجال الست بتدخل فيه بيبقى لها اثر قوي جدا. طيب احنا النهارده عشان نوصل الست انها تبقى متكامله لازم نغطي جوانب الانسان الطبيعيه، الحاله الروحانيه. طب ليه اساسا يبقى في امراه متكامله؟ وبيني وبينك يا منى، هو في حد في الدنيا متكامل كامل؟ لا طبعا، الكمال لله وحده. امال ايه؟ احنا عايزين نقرب بقدر الامكان من النقطة اللي هي شبه كامل، اللي هي تبقى اقرب يمكن الكمال في العالم ده البشر. ليه؟ زي ما قلت مسؤولية المرأة، المسؤولية اللي عند الست اللي هي عايزة انها تحسن مجتمع. يعني انا بعتبر ان المرأة دي كأنثى هي يعني عندها دور لو هي هتقدر تقوم بيه بشدة او بقوة او بمسؤولية كاملة او بكمال، يبقى احنا خلاص وصلنا لتقدم. يعني اللي انت بتقوليه ده مش مستحيل، مش حاجة اقرب يعني تدخل في المستحيلات؟ بالعكس، انا شايفة ان الوقت اللي كان فيه ستات عندهم علم في التاريخ كله من اول تاريخ الفراعنة لحد النهاردة كان فيه تقدم كبير جدا لبلدنا. ودايما دايما بنقيس ازاي النهاردة الحضارة بتحصل بمدى حضارة وتقدم المرأة في المجتمع. فكل ما احنا خلينا الست مقربة للكمال كل ما كان المجتمع بتاعنا هيقرب برضو للكمال. خلاص يبقى يعني ايه بقى كمال؟ طيب نقول بقى يعني ايه كمال دلوقتي. طب قبل ما تقولي خلوني انا اسألكم سؤال كان اثير يعني في مناقشة بيني وبين منى لما اتعرفت عليها، وعايزة اقول لكم ان انا اتحمست لمنى لانه المرأة اللي عرفتني عليها امرأة من النوع اللي أنا شخصيا بأعجب بيه. ست يعني قربت على 70 سنة. مظبوط.
هي مرشدة سياحية لسه بتشتغل، كذا مرة تقع وممكن يجي لها إصابات ومع ذلك تتعالج وترجع تاني. في نفس الوقت هي مهتمة جدا جدا بجمالها وبشكلها، ويعني وبلا مبالغة يعني في حدود سنها برضو. وكانت بتكلمني عن حاجة لطيفة قوي منى هتكلمنا عنها، اسمها التريجر. دي حاجة ليها علاقة بالجسم وبعضلات الجسم، بس حاجة غير المساج، وفي نفس الوقت هي مهمة كمان لصفاء العقل، وهي في ده بعيدة عن التأمل أو المديتيشن وكل الحاجات دي. هي حركات معينة ممارس التريجر ده بيعملها، احنا أول مرة نعملها عندنا في أرجوك افهمني. وأعتقد ما كلمتيش كتير عن التريجر في وسائل الإعلام، يعتبر ده حاجة جديدة من نوعها. بالظبط، هو يعني حاجة جديدة حتى في العالم كله، هنتكلم بالتفصيل عنه. بس كل ده بقى ايه، عملت مقدمة مش عشان اقول لكم وجهة نظري في السؤال ولا حاجة، انتوا طبعا احرار تجاوبوا زي ما انتوا عايزين، لكن السؤال هو هل المرأة العاملة عادة مسترجلة؟ هل المرأة العاملة عادة مسترجلة؟ واحد يعني نعم، اتنين يعني لا. وخليني عايزة أعرف، أنت أصلا تخصصك إيه؟ أنا مهندسة مهندسة وعاملة. إيه جاب مهندسة لأكاديمية حواء؟ كلها هندسة. بمعنى بالظبط كده، هي الهندسة بتقول إيه؟ نظام فكر مع المحافظة على التراث. يعني أنا مهندسة معمارية، فازاي ان احنا نعمل فانكشن، او زي ما انت قبل كده كنت بتتكلمي على الطريقه اللي الفستان بتاعك مصمم بيها، في وظيفه، الوظيفه دي قايمه كمان على التراث. فالست اللي بتبقى مهندسه وفي نفس الوقت انثى دي برضو لها نظام، فانا بعمل وفي نفس الوقت عايزه احافظ على الفانكشن بتاعي اللي ربنا خلقني بيه، وده لا يتعارض نهائيا مع بعض. ده رايي انا برضو، ومش عايزه اثر على راي المشاهدين. طب هنكمل تاني عن مؤسسه حواء، بس نبتدي ناخد اتصالات. ايه رايك؟ معانا عليا. الو يا عليا. الو، اهلا يا عليا. اهلا، اتفضلي، انت معانا على الهوا. عايزه تسالي منى سؤال؟ اتفضلي. انت عندك كام سنه يا عليا؟ انا عندي 12 وداخله على 13. انت حواء 12 سنه وحواء ولا ايه؟ طبعا. ولا انت يعني انت بنت دلوعه ولا بنت جد كده ومهتمه اكتر بالمذاكره واللعب الولادي؟ لا انا بحب المذاكره، ويعني كله يعني بحب المذاكره، بس في وقت المذاكره في وقت اللعب. طب عايزة تسألي منى تقولي لها ايه؟ انا عندي 13 سنة، بس انا ممكن عايزة في برنامج في الأكاديمية يعني. انا مش سامع السؤال. انا عندي 13 سنة و 12 سنة، ممكن ابقى معاكم في الأكاديمية؟ أكاديمية حواء؟ ده سؤال لطيف جدا جدا يا عليا، بشكرك. هل يعني بتقبلوا في أكاديمية حواء من سن كام؟ من سن 12 سنة عشان عليا. أنا بعتبر إن البنوتة الصغنطوطة هي البداية، زي ما إحنا قلنا اللي هتقدر من بعد كده تتشكل وتكبر تبقى امرأة متكاملة إن شاء الله. بس كده أنت كنت مبتدية من أول الحمل. لا إزاي، ده بالعكس، إحنا بادين من المراهقين مراهقات. أنا بعتبر إن البنت في سن المراهقة دي هي البداية الفعلية لكونها امرأة. من اول ما بتبتدي تتشكل تبقى فعلا يعني بنت. المرأة المتكاملة ليست فقط بانه في سن مثلا النضوج او الزواج، لا، انه تبتدي تتعلم معارف مختلفة لغاية دلوقتي احنا ما قلنا لهاش، بس على الاقل سن عالية ممكن